صار لك يومين ما نمت يا ابني، كتير انت تعبان، ريح حالك شوي. يا ريت لو تنام شي ساعة، كيف بدك توقف على رجليك طول النهار؟ أنا منيح يا أمي. يلا حبيبي تعال افطر بسرعة، أنت لازم تتغذى. فت على المطبخ وساويت لك البيض بإيدي. شو هاد حبيبي؟ ليش ما نشفت شعرك بعد ما طلعت من الحمام؟ شو ناوي تمرض يعني؟ امبارح بالليل قامت لقيامي بالبيت، نهى خانم حكت على التليفون آخر الليل، بعدين حملت حالة وطلعت وتأخرت كتير لرجعت، وبعدين قعدت هي وبنا بالغرفة وعلى حكي للصبح وصاروا يتقاتلوا، وبعدين قعدوا يصرخوا على بعضهم ويحكوا كلام شروي غروي. بس أنا سمعت إنه نهى خانم رايحة لعند بدر وحاكي معه، وعلى حسب ما سمعت حاكين بكتير شغلات، هذا اللي فهمته. بس بانا كانت مزعوجة، لو سمعتها كيف كانت تصرخ. انت يعني ما بتعرف عن اي موضوع كانوا عم يحكوا؟ ما بعرف امي، ما شفتني انه انا لهلا لحتى رجعت على البيت. قلت لحالي بركي بتكونوا حكيتوا على التليفون مثلا. ما حكيت مع حدا. برأيك شو الموضوع؟ يلا ابني كل شوية عسل بيعطيك طاقة مشان تكمل يومك حبيبي. مؤيد طلع فيني، من عيونك مبين انك تعبان كتير ولازم تريح حالك. بدك تروحي على المستشفى تشوفي أبي؟ ما بدي روح. حاطينه بالعناية المشددة. لا تصر مؤيد، ما رح أروح، هو سبب كل هالمشاكل. لو مهند ما أخذ هالطبع منه ما كان صار معنا كل اللي صار، وأكيد لو أبوك حط له حد ما كان عمل اللي عمله. أصلاً منيح من اللي تحملته لهالدرجة هي. بس هو هلأ كتير مريض، يعني لازم تجي معي. أنا دايماً كنت جنبه وتحملت كل شي منه، قدر قيمتي شي؟ أبداً. مشان هيك ما رح أروح لعنده، لأنه إذا رحت شفته أكيد بده يفكر إني سامحته وما رح أعطيها الحجة. حجة شو يا أمي؟ الزلمة هلأ عايف حاله. ليك مؤيد اسمع منيح شو رح قلك، ما بقى بدي روح على هداك البيت ولا على هديك الحارة، كل شي انتهى بالنسبة إلي ومن زمان، بكفي اللي راح. اليوم بتفضوا جناح للضيوف كله وبعدين بتنطفوا منيح، خلوا العمال يجوا لحتى يشوفوه، خليهم يحددوا النواقص ويكملوهم كلهم، وبعدين ببلشوا بتهانوا فورا. تكرم عيونك. خليهم يعملوا كل التصليحات بسرعة، يعني معكن من هون للأسبوع الجاي لازم يكون جاهز تماما للسكن. لا تقلق يا خانم. شو رح يجي ضيوف جداد يا نهى خانم؟ لا، بدر رح يرجع لهون مع جميل، رح يسكنوا بجناح لضيوف يلي بالطابق الفوقاني ورح يعيشوا معنا. أنا ما رح ضحي بحياتي ويصطفلوا يقولوا شو ما بدهن عني. ماشي يا بنتي، بس مهند ما وافق على الكلام تبعك. ما في داعي لحتى يوافق، مو هو نزل مسدسه عن فرحات لما شافني هنيك؟ بالنسبة إلي قال كل شي كان بده يقوله، ورجاني إنه فيه يتخلى عن كل شي مشاني أنا، حتى إنه قدر يتخلى عن تار علي مشاني أنا. تخيلتي الموضوع؟ اختارني إلي وتخلى عن أهم شي بالنسبة إله. بعد اللي صار أنا ما عندي شك بنا. بصراحة يا بنتي ما بعرف شو بدي أقولك، بس المهم تكوني مرتاحة. هاد بدر. أمي خلينا نحكي لوحدنا. خلص احكوا أنا رح روح. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، طمنوني كيف صرتوا؟ إن شاء الله أحسن. يعني كيفك يا روحي؟ يعني كأنه بعد ما نامت وارتاحت صارت أحسن شوي اليوم. هي لألك،
كتير حلوة، شكرا لك. شكرا مرة تانية. لا تأخذني، لازم روح، في زباين ناطرين، تأخرت عليهم. ولا يهمك، بعدين أنا مضيف. طبعا حبيبي، تفضل فوت لجوا، اقعدوا وخذوا راحتكم. مع السلامة. يلا بشوفكم المساء، بخاطركم. انت منيحة جميلة؟ اي نعم منيحة. خليني اشوف حرارتك. بدر، ضروري نحكي شوي. وانا في شغلات بدي احكي لك اياها. عادي. تصلحت علاقتي بامي، واخيرا اعلنت انه هي مانا معارضة لزواجنا. امبارح المساء اجت لعندي وحكينا شوي. قلت لها بصراحة انا قديش بحبك، حكيت لها عن جميلي اللي بعرفها وليش اخترتك. قلت لها اني تعرفت على البراءة معك انت، وانك اهم شيء بحياتي كلها. في تطورات منيحة. شو بدها؟ شعي مش عم تقص شعراتها هون. الله لا يجيبها، معناها في مصيبة على الطريق. مين قارت لها شعرها هيك؟ مين اللي عامل فيها هيك؟ ما سألتها. ليك اوعي تسأليها، تركيها خلصيها. الشاي جاهز؟ دقيقة وبيكون جاهز. شعرك نظيف؟ اشربي شاي. كيف بدك اقصر لك ياهم؟ ما بعرف، رح أعطيك الموديلات لشوفيه. البقية بحياتك. شكرا كتير إلك. عم حاول أتكيف مع حياتي الجديدة. مهند حكم علي أعيش بهالحارة هون. رح نشوف بعضنا على طول.